مرحبا بكم في قناة تحفة تيوبا. أحمد عطاف يتفنن هو الآخر في الضغط على بوريطة وزير خارجية المغرب وعزله تماما كما كان يحدث لبوريطة مع العمامرة وقبله صبري بوقادوم، حيث تعرض بوريطة لنكسة جديدة وموقف محرج جدا انتقده حتى بعض المغاربة وحتى شبه اعتراف منهم أن أحمد عطاف أرهق وسيرهق بوريطة كثيرا. جاءه أحمد عطاف وغير رأي العديد من الدول في موقفها بخصوص الصحراء الغربية، وكذا غير مواقف بعض الدول من القضية الليبية وقضايا أخرى. فبعد الصفعة الأخيرة التي وجهها لبوريطة على إثر تغيير صربيا لموقفها من القضية الصحراوية، مباشرة بعد لقاء مسؤولي صربيا مع أحمد عطاف وشرح ووضع لهم كل شيء، معلنين التراجع مباشرة بعد اللقاء عطاف وتأييد نفس الموقف الجزائري بخصوص الصحراء الغربية، رغم محاولات بوريطة في إنقاذ الموقف وإصلاح سريعا، لكن فشل أمام سرعة وحنكة أحمد عطاف. والآن أحمد عطاف مجددا وجه صفعة أخرى لبوريطة، حتى علق عليه البعض بكونه كرة بين العمامرة وأحمد عطاف، حيث أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف لقاء مع نظيره التركي مجددا بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين الشقيقين الجزائر وتركيا. كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا، فقد كان هناك مؤخرا تقارب كبير بين الجزائر وتركيا في المواقف، وكان الرئيس تبون والعمامرة أجروا مباحثات كثيرة مع تركيا بهذا الخصوص. عطاف الآن يعطي الضربة القاضية لبوريطة في كلتا القضيتين، ولم يعلق بوريطة لحد الآن ولم يتجرأ على انتقاد الموقف التركي مع الجزائر، مع العلم أن الملك المغربي محمد السادس أيضا جن جنونه بعد خرجات أحمد عطاف الأخيرة سواء مع صربيا أو تركيا ودول أخرى، وملتزم ملك المغرب بالصمت لحد الآن. العمامرة وأحمد عطاف يصدمان الوفد المغربي في الأمم المتحدة، وهكذا فر بوريطة بعد مواجهة تركيا وصربيا بخصوص الصحراء الغربية، بداية محاولات وزير الخارجية نصر بوريطة أمام كل من العمامرة وعطاف تفشل، خاصة وأنهما قطع الطريق عليه هو العمامرة بمنصبه الجديد في الأمم المتحدة لا يزال ثابتا على مواقفه السابقة في الحكومة الجزائرية، إذ يدعم الآن أيضا بن جامع وعطاف، خاصة وأن موقف الجزائر واضح ولا يتغير من القضية الصحراوية، لهذا يحتاج النظام المخزني عليه كثيرا، ولهذا يعتبر العمامرة ورقة مهمة للجزائر بمهمته الحالية في السودان وحتى المرتقبة في ليبيا ثم الصحراء الغربية كذلك، خاصة داخل أروقة الأمم المتحدة. لهذا بوريطة الآن فر من مواجهة عطاف بعد عدم جرأته على انتقاد ولا احتجاج على تركيا وصربيا اللتان أعلنتا دعم الصحراء الغربية مع وزير الخارجية أحمد عطاف، وطلبوا بتطبيق مقترح الجزائر فورا بخصوص بعض المقترح المميز الذي دعمه رمضان العمامرة بعد ترشيح العمامرة لمنصب قيادة القضية الليبية. المغرب يعترض سريعا في مجلس الأمن، وهكذا قلب الطاولة عليهم. بداية النظام المغربي يتخبط وعمر هلال يتعرض لصدمة كبيرة، حيث سارع النظام المغربي للاعتراض على طلبات في الأمم المتحدة دعا فيها عدد من المسؤولين هناك لتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رمضان العمامرة لتعيينه للتكفل بمهمة القضية الليبية. فترشيح العمامرة سبب حالة صدمة واستنفار لدى المسؤولين المغاربة وعلى رأسهما ناصر بوريطة وعمر هلال اللذان وجههما محمد السادس للتشويش عليه، وهذا لأن النظام المغربي يحاول أن يكون له يد في القضية الليبية ويريد أن يأخذ دور الجزائر الهام هناك، بما أن الجزائر تتوسط وكذا تدعم الحكومة الليبية الشرعية وفتحت العلاقات والمعابر الحدودية مع ليبيا لفك العزلة الدولية عليهم. كما تعمل الجزائر جاهدة لتسريع بخيار حل الانتخابات الرئاسية وإجرائها في أسرع وقت هناك، إذ أن مهاجمة واحتجاج والاستنفار المخزني على ترشيح العمامرة في الأمم المتحدة جاء لأن المخزن يعلم أن هذا الأمر لن يخدم أجندتهم، بما أن العمامرة لا يزال ثابتا على مواقف الجزائر بخصوص طريقة وسبل الحل في ليبيا والمسار الواجب، فالواجب أن يكون طبعا بعيدا عن محاولات الملك المغربي محمد السادس الذي يحاول إقناع غوتيريش والأمم المتحدة أن يعين مبعوثا مغربيا وليس جزائريا أو أي مبعوث آخر يخدم أجنداته ولا يقطع طريق عليه. لكن طبعا من المستحيل أن يبلغ محمد السادس مراده، خاصة وأن الجزائر لن تسمح للمخزن أن يتدخل في ليبيا،
مع العلم أن العمامرة حاليا مكلف من غوتيريش بحل القضية السودانية ويخدم موقف الجزائر، خاصة وأنه يلقى دعما كبيرا من الرئيس بون وكذا من عمار بن جامع، محققا تقدما كبيرا لإقناع الأطراف المتصارعة بالحل. لهذا مع تقدمه هناك فيها سارعت الأمم المتحدة لترشيح اسم العمامرة لمهمة جديدة في ليبيا. هذا وأظهر الإعلام المغربي صراحة رفض حكومة بلادهم لتعيين العمامرة، خاصة وأن الدور الذي يحاول محمد السادس قيادته في ليبيا لن يناله هو الشعب الليبي بدورهم يثقون في الجزائر ومفوضين إياها لتنجز المهمة وتساعدهم على الخروج من الأزمة التي طالت كثيرا، كما ساعدتهم في أشد الظروف وفكت العزلة نهائيا عليهم، مخلصة إياهم من حفتر الذي عزلته أيضا كليا ورسمت له خطوط حمراء كثيرة، مقلمة أظافر الأخير وقصصحة النفوذ الإماراتي هناك. وبات حفتر والإمارات لا يتجرؤون على غلق المعابر الحدودية ولا البطش بالليبيين. مندوب المغرب يقول كلمة تجعل مندوب الجزائر ينتفض ورد قوي، وهكذا كان رد فعل الوفد المغربي بعد أن ألجمه معمر بن جامع في مجلس الأمن. بداية ومع المواجهة الجديدة التي راح مندوب المغرب عمر هلال يسارع إليها لاستفزاز مندوب الجزائر عمار بن جامع في مجلس الأمن، وكذا عن عمد للتشويش على الجهود الجبارة التي يقوم بها لحل أهم القضايا. فتطاول عمر هلال أمام عمار بن جامع أظهر نوايا المخزن جيدا في محاولة تشتيت مجهودات الجزائر، إلا أنه لقي ردا صاعقا جعله يخرس كعادته والرد بقوة. فمع ادعاء مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن عمار بن جامع يتفنن في إلقاء الأكاذيب وكيل العداء للمغرب ومحاولة التأثير على دول العالم ليدعموا الصحراء الغربية التي وصفها الأخير بالمغربية، ثم قوله كلمة متهما بن جامع والجزائر بجلب مرتزقة ليشهدوا زورا لدى المغرب حسب ادعائه. وادعى أيضا لمدعو عمر هلال أن عمر بن جامع جلب معه إلى الاجتماع اللجنة 3 أشخاص خانوا بلادهم وقدمتهم بصفتهم مقدمي ملتمس لا يتحدثون عن الصحراء الغربية، بل بهدف حسبه جعلهم يهاجمون المغرب وذلك أمر مرفوض. وأضاف هلال بالقول لذا أطلب من هذه اللجنة ومن الشعب الجزائري أن يكونوا شاهدين على ما يقع ليرد عمار بن جامع بقوة أمام الجميع ويطالبه بوقف التهريج ومواجهته مشاكل بلاده بموضوعية وعدم إلصاق حتى الإدانات الدولية التي تطالب بلاده بالجزائر، مؤكدا أن الجزائر لا تعيره أي اهتمام، كما أن الجزائر باتت تسبب له وسواسا قهريا وله وأن حتى شعبه باتوا على يقين بأن عمر هلال هذا وحتى ملكه محمد السادس وكل مسؤوليهم كل مشكلة داخلية وفشل خارجي للدبلوماسية المغربية يلصقونها عن عمد بالجزائر للتغطية على إخفاقاتهم، لهذا يسارعون للتهجم على الجزائر وإلصاق كل المشاكل بها لإلهاء شعبهم والتغطية. كما قام بن جامع بتحذير عمر هلال من التطاول مجددا على الجزائر وصدمها، خاصة بعد رفض المجموعة إدانة بن جامع ولا تلقي ادعاءات الباطلة من عمر هلال لدى الجزائر، فكل شيء واضح. كما قال أيضا عمر هلال مدعيا أن الحكومة الجزائرية استقدمت إلى نيويورك مرة أخرى عددا من المرتزقة وقامت بتمويلهم واقتناء تذاكر السفر وتحملت تكاليف إقامتهم في فنادق لكي يهاجموا مؤسسات المملكة المغربية حسب ادعائه. فالأخير من هوسه الكبير بالجزائر حتى المعارضين المغاربة أو أي مغربي ينطق لانتقاد نظام بلاده